كيفكم؟ كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير ونلقاكم فيديو ديالي باحسن الاحوال يا ربي. اليوم دخلت الكوزينه غنقدم لكم واحد الوصفه. الوصفه ديال اليوم هما لي فارفال. هذا النوع ديال الفار بالكريمي وكنتمنى تعجبكم الوصفه. اول حاجه اللي بغيناه ونحتاجو هما هذا النوع هذا ديال لي فار كما قلت لكم. بالنسبه للناس اللي عايشين في انجليز راني خديتهم من تيكي ماكس. هانتوما كما كتشوفوا. المهم هذه شريت نص كيلو اللي غادي لا كونتيتي اللي غادي نطيب اليوم هي ربعه وراه كيكونوا كاتبين فيها المده الزمنيه اللي كطيب فيها. المهم هنا كاتبين 12 دقيقه غادي نديرها طيب 12 دقيقه ان شاء الله. المهم هذا اول حاجه في المقادير. غنحتاجوا الربيع شويه ديال الربيع، غنحتاجو الحامض، غنحتاجو جوج دروج ديال الثومه كما كتشوفوا، غنحتاجو نص بصله مقطعه بحال هكا، نص فلفله حتى هي مقطعه بحال هكا مربعات صغيورين، غنحتاجو البزار والملحه الكروفيت كما كتشوفوا هنايا. خديت هاد الكروفيت هذا خديتو ديجا ماريني كيعجبني في هاد ماريني بواحد هذا بواحد البهارات ديالهم سبيسيال. المهم هذا كيعجبني. نتوما تقدروا ديروا الكروفيت عادي ماشي مشكل. المهم شحال عندي هنا من غرام؟ عندي تقريبا 300 غرام يعني اكثر من نص كيلو ب 100 غرام. غنحتاجوا لاصوص طوماط كما بغات تكون البنات. انا لاصوص طوماط اللي شريت من خديتها حتى هي من تيكي ماكس كما كتشوفوا مارينارا صوص طوماط مارينارا يعني هذه ديجا فيها لوغو ديال الفخوي دمار ديال الحوت. شويه لاصوص طوماط ما غاديش نحتاجو بزاف. الزيت البلديه هاي هذا راه ماي ما حطاش هنايا. غنحتاجو بيان سور غنحتاجو البارميزان بارميجانو البارميزان. غنحتاجو الفخوماج بلو. هذا الفخوماج بلو اختياري بغيتو ديروه ما بغيتو ديروه ماشي مشكل. كاين الناس اللي كيجيهم مجهد ماشي مشكل. نحتاجو منو غير واحد جوج طريفات صغيورين. وغنحتاجو الفيتا مربعات للتزيين. صافي هادو هما المقادير ونبداو على بركة الله الطريقة ديال التحضير. دابا الطريقه ديال التحضير. اول حاجه درتها هي حطيت هنا الماء سخون مع الملحه راه كما كتشوفوا ها هو راه سخون. غادي نحط هذوك لي الفار ديالنا. تقريبا 250 غرام اللي غادي ندير نص ديال هاد الباقيه. غنحطوهم يتقلقو. الما يكون مالح البنات. صافي دابا غنخليهم 12 دقيقه كما قلت لكم. ونحتاجو واحد المقله تكون شويه غاقه مع هادو فاش كيطيبو كيتنفخو يعني خص مع نحطوهم باش نخلطوهم في الاخر خص تكون شي مقله تكون غاقه بحال هذا الشكل هذا البنات. صافي غنشعلو عليها غنديرو هذيك البصله وهذيك الفلفله هما الاولين يتشحروا مع الزيت البلديه حيت هذيك الفلفله غادي تشد شويه ديال الطياب. غنديرو شويه ديال الزيت البلديه كما كتشوفوا. صافي غنخليهم دابا يتشحروا عين ما يهبطوا.
البنات من بعد ما البصله والفلفله ديالنا هبطوا كما كتشوفوا راه البصله راه تحمرات. غنزيدوا هذيك لاصوص طوماط ديالنا ونقصوا شويه العافيه. غنزيدوا هذيك لاصوص طوماط ديالنا اللي وريتكم فيها لوغو ديال الثوم. تقدروا ديروا مطيشه فريش هي كتجي مزيانه. وغنزيدو نص حامضه غنديرو هادوك جوج دروس ديال الثومه اللي كنت قلت لكم في الاول. وهاديك لا كونتيتي ديال الربيع غنديرو نصها والنص الاخر غادي نخليوه للتزيين. غنزيدو واحد جوج معالق صغار ديال البارميزان. وشويه ديال الفرماج بلو كما قلت لكم هذا راه اختياري. دابا عاد غنديروا البهارات. غنديروا شويه ديال البزار وشويه ديال الملحه غنحركوا داكشي كله واحد غنخليه واحد 3 دقائق حتى 4 دقائق على عافيه مهيله البنات. خليه واحد شويه ومن بعد غنزيدوا عليه الكريفيت. دابا البنات غنزيدوا الكريفيت ديالنا. كما قلت لكم البنات هاد الكريفيت كنشري ماريني من تيسكو غزال فيه 4 ديال ليغو 3 ديال ليغو هذا غير سامبل ما فيه حتى شي حاجه. المهم كما شفتوا خلينا الكريفيت هو الاخراني باش راكم عارفين الكريفيت ما كيبغيش طيب بزاف. وفهاد لو طون هذا اللي حنا اللي قديت فيه دابا هادشي لي بات ديالنا راه كيطيبو مازال ما كملاتش 12 دقيقه. وما هاد الطبق هذا راه ساهل وبنين ودغيا كيوجد. كنتمنى انكم تجربوه. المهم الكريفيت غنخليوه قل حتى هو قل من 5 دقائق واحد شويه على ما يشدو بعضياتهم. ومن بعد غادي نصفي هادوك لي بات وغادي نزيدهم على الخليط. دابا البنات كما كتشوفوا الكريفيت المهم دازت دابا 4 دقائق باش خليت الكريفيت هنايا. صفيت لي بات ديالي ها هما مصفين. غادي نزيدهم على هاد الكريفيت. صافي كنخلط عندي دابا غير شويه ديال البارميزان.
كيجيو بنانين. المهم الريحه دابا راه ما تخيلوش كيفاش دايره البنات، وساهل ربع ساعه كيوجدوا. هانتوما كما كتشوفوا البنات الطبق ديالي ها هو وجد. راني درت فوق من الفوق شويه ديال البارميزان وزينته بشويه ديال الربيع وبالفيتا، وراه جابني ندقته جا غزال، وكنتمنىكم تجربوه، واللي جربوه يخلي ليا في كومونتير. وبصحه وراحه، كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون عجباتكم، وجربوها جربوها راه غادي تعجبكم بزاف. وتهلاو في راسكم، سلام عليكم. Tell me that you love me, even if it's